بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده أمرنا بالتمسك بدينه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: من بدل دينه فاقتلوه، وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بدينه وجاهدوا في سبيله فقاتلوا الكفار والمرتدين وحموا حمى الدين من عبث العابثين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الحدود في الإسلام، ونخص في حديثنا هذا آخرها، وهو حد المرتد. والمرتد في اللغة هو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. والمرتد في الاصطلاح هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع العلماء على ذلك، على وجوب قتله وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومن منعه من التصرف في ماله حتى يعرف مصيره. وأما حكمه في الآخرة قد بينه الله تعالى بقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما المكره إذا نطق بشيء بسبب الإكراه فإنه لا يرتد به عن دين الإسلام، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة، من أعظمها الشرك بالله تعالى. فمن أشرك بالله تعالى بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين، أو ذبح لقبورهم، أو نذر لها، أو طلب الغوث والمدد من الموتى كما يفعله عباد القبور اليوم، فقد ارتد عن دين الإسلام. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وكذلك من جحد بعض الرسل أو جحد بعض الكتب الإلهية فقد ارتد، لأنه مكذب لله، جاحد لرسول من رسله أو كتاب من كتبه. وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت فقد كفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع. وكذلك من سب الله تعالى أو سب نبيا من أنبيائه فقد كفر. وكذلك من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر، أو حرم شيئا مجمعا على حله مما لا خلاف في حله كلحم المذكات من بهيمة الأنعام فقد كفر. وكذلك من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ومن استهزأ بالدين أو امتهن القرآن الكريم أو زعم أن القرآن نقص منه شيء أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام
أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقال رحمه الله: ومن سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. وقال رحمه الله: من سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفره. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق الفكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلا عن الإسلام فلا شك في ردته. وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى. أيها المستمع الكريم، هذه نماذج من نواقض الإسلام، وهي أكثر مما ذكر بكثير وكثير، فعليك أن تتعلمها وتعرفها لتحذر منها وتتجنبها، فإن من لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وإني أنصحك أيها الأخ الكريم أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحها للعلامة العراقي محمود شكري الألوسي رحمهم الله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.